بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومائل البرودة بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافي على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير كمان على كل السادة المشاهدين. طمنينا، يعني احنا بنشهد النهاردة أجواء شوية شتوية ودرجات الحرارة بدأت تنخفض، فطمنينا عن حالة الجو النهاردة وخصوصا كمان في اسكندرية وفيها نوة دلوقتي شغالة. بالفعل يمكن احنا بدأنا من اليوم نشهد تغيرات في الحالة الجوية وبعض التقلبات الجوية، وأهمها طبعا احنا هنشهد انخفاض في درجات الحرارة ملحوظة على كافة أنحاء الجمهورية. احنا بدأنا نتأثر بمصادر كتل هوائية مختلفة معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، كمان وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، وإحساسنا بانخفاض درجات الحرارة. بالإضافة كمان مع انخفاض درجات الحرارة هيكون في نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية. سرعات الرياح هتكون ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة، فنشاط الرياح ده هيخلينا نحس كمان بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، فنبدأ نحس بالأجواء الشتوية ودرجات الحرارة اللي تكون حول المعدلات، ويمكن كمان مع نشاط رياح نحس بيها أقل من المعدلات. الأجواء خلال فترة النهار هنحس بيها أجواء مائلة للبرودة على أغلب المناطق الموجودة في السواحل الشمالية للبلاد، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، أجواء دافية على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار. لكن خلال فترات الليل وخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر هنحس بالأجواء الشديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية، لأن هيحصل انخفاض كمان في درجات الحرارة خلال فترة الليل مع وجود نشاط رياح هنحس بها خلال فترة الليل إن هي أقل من درجات قيم درجات الحرارة اللي احنا دايما بنقولها في النشرة. بالإضافة كمان مع انخفاض درجات الحرارة في فرص سقوط الأمطار، كميتها كمان هتزيد على المناطق الساحلية وهتكون أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على سواحلنا الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري مرورا طبعا بمطروح والاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه. الامطار كمان ممكن تغزر على محافظه الاسكندريه ومحافظه البحيره ومحافظه كفر الشيخ، بالاضافه كمان الامطار هتمتد للمناطق الداخليه وتكون امطار خفيفه متوسطه على سواحلنا الشماليه الشرقيه، تمتد خفيفه بعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناه. الحاله الجويه دي متوقع ان هي تستمر معانا كمان غدا الاربعاء باستمرار فرص الامطار يعني متوسط للغزير على السواحل الشماليه، الامطار كمان قد تمتد غدا للقاهره الكبرى امطار خفيفه، فاحنا عندنا حاله من التقلبات الجويه اليوم وغدا ان شاء الله. انخفاض درجات الحراره هيستمر معانا لنهايات الاسبوع مطلع الاسبوع القادم باذن الله. مهم جدا مع الحاله الجويه دي ان احنا ننصح كل الساده المشاهدين في المحافظات المعنيه اكثر بسقوط الامطار، لازم نبتعد تماما عن أعمدة الإنارة، شكل الكهرباء، ألواح الإعلانات المعدنية الموجودة في الشوارع، المباني المتهالكة، الأشجار. كمان مع نشاط رياح هيكون في اضطراب حركة ملاحة بحرية على البحر المتوسط، ارتفاع الأمواج هيتجاوز 4 متر خلال فترة الليل وهيستمر معانا غدا الأربعاء على البحر المتوسط. فمهم جدا يعني أعمال يعني الصيد والملاحة البحرية في البحر المتوسط نوقفها لانتهاء حركة الانتهاء طبعا فترة اضطراب الملاحة البحرية بإذن الله. أشكرك في النهاية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا بسرعة نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة للعظمى فيها 18 والصغرى 10، العاصمة الإدارية العظمى فيها 19 والصغرى 9، اسكندرية 17-11، العالمين الجديدة 17-11، مطروح 17-10، دمياط 18-12، بورسعيد 18-12، الإسماعيلية 19-11، السويس العظمى فيها 19 والصغرى 12، العريش 18-11، كاترين 14-4، طابة 21-11، حلايب 23-16، شلاتين 25-15، شرم الشيخ 23-13، الغردقة 22-13، الفيوم العظمى فيها 19 والصغرى 8، بني سويف 19-8، الوادي الجديد 23-9، أسيوط 17-7، سوهاج 18-8، قنا 22-9، الأقصر
23.9 وأخيرا أسوان العظمى فيها 24 والصغرى 10. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وكمان عرفنا الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها والحالة الشتوية وانخفاض درجات الحرارة اللي احنا متعرض لها. في ظواهر شتوية موجودة معانا من سقوط الأمطار، ممكن تبقى متوسطة وساعات بتبقى رعدية، كمان في شبورة مائية وكمان سرعة الرياح هتزيد، فناخد بالنا على الطرق خصوصا الصحراوية والساحلية، نلتزم بالتعليمات المرورية، ما نحاولش نقرب من أعمدة الإنارة أو الأشجار الكبيرة علشان ما يحصلش أي حوادث لا قدر الله وتوصلوا بيوتكم بألف سلامة. نرجع مرة تانية لأحمد ومنا، نتابع معهم باقي فقراتنا. شكرا لك.